واش غادي نقول لك انا، حنا كنا جالسين بخير، ترقى درق علينا. هو ديجا كيجي كيلوح لنا الزبل هنايا، دائما كيجي كيجيب ما حكا ديال الزبل كيدير يطرقنا الحقره، ولا الله تعالى اعلم. وسميتو والبارح راه دار داكشي اللي دار، والبارح دار داكشي اللي دار. خرجت الدريه تطل غفلها، هربت مسكينه، خافت علينا حنايا، وربما الله اعلم مع شافت عنده شنويه، هربت تبعها وطعنها صافي. وقتلها راه قتلها، وخلانا سميتو قتل الدريه، ما دارت ليه حتى شي حاجه. والسيد راه سميتو قتلها وزاد هرب، ضربها وهرب. ما عندك فاش خدامه؟ كتقري استاذه، هي استاذه هي اللي لا كاينه واحد البنيه اخرى باقا كتقرا، والله يرحمها مسكينه. راه ماشي مات ليا غير انا، راه مات الناس كاملين، كاع اللي كيعرفوها راه سولوا، غادي تسمعوا كل شيء على عينيكم. راه ماشي انا، راه ماشي انا بنتي غادي نقول لك عليها شي حاجه. دابا اللي عطى الله عطاه، راه مات بنتي فقدتها، والله تبارك وتعالى الله يجعل ربي يغفر لنا وليها. بعض الناس كيقولوا بلي هذاك السيد حمق. ما حمق ما والو، سيد كيبيع ويشري وكيخدم مع باه، وتيمشي دائما كنشوفوه كدايز، ولكن كنشوفوه من بعيد. انا راه ما دق علينا، ما طلب من عندنا شي حاجه، ما جا عندنا قال لنا بغيت من عندكم ما والو. اشنو اللي وقع الله تعالى اعلم. إذا كانت سميتو الحكومة ولا الدولة دير مع المرأة غادي يقول لهم شنو وقع. إذا كانت شي حاجة حنايا وكندق علينا ورديناه، ما بينا وبين، وما حمق اللي كيقول حمق راه هو اللي حمق. لأن السيد كيلبس حوايجو نقي، كيحسن بخير، منظم حياة ديالو، كيبان ليا دايز دايما. تهاون ديال الوالدين، تهاون ديال الوالدين. الظاهرة تبريت منه البوليس، درت لهم الشكايه شحال من خطره، با تبريت منه. كيقول لك الله يدير لينا شي تاوين لينا وليكم، شدوه ديروا ليه. واش انا ندير شرعي يدي؟ اش غنشد؟ نشدوا الراجل نزول نضربوا فيه؟ كيفاش؟ هذه هي الهضره ديالو. فين ما كان رجعنا في هذه البنيه، ورجع عائلتها، ورجع امها واختها، وهي مسكينه هي اللي كانت هزه لما انا مريض. انا كانت كتشري لي الدواء ومقابلاني، راه ما خرج لخدمتها حتى كتشوف مسكينه من حالي. والله ما تخرج حتى نشرب الدواء، وتجيب لي بيد زاد الماء وتحطها حدايا، وتقول لي تشرب الماء شرب الماء، وتبقى توصي مسكينه. انا راضي عليها، راه لهيه وحنا هنا، ما راه انا راضي عليها. وهذا السيد راه رزقنا في بنتنا، الله يجعل سيدي ربي تبارك وتعالى ياخذ فيه الحق. الاساتذه والتلاميذ اللي عندك تلقاو هذا الخبر؟ راه جاو الناس هنايا، الناس الدريات اللي قراو معاه في لافاك، ولا الدراري اللي كقراو معاه، كاع الناس اللي عارفوا راه جاو البارح هنايا. راه الناس الان الناس كيعيطوا علينا، كيتبهدوا، ما كيصدقوش. كاين دابا الناس ما مصدقينش، لان هذيك السيده ما تستاهلش. ماشي شي انسانه عاديه، ولا ما عادياش بنتي، ماشي عاديه بنتي. كانت مناضله، كانت باغا الخير للبلاد، كانت باغا تخدم غير باللي كان، ما باغا لا فلوس لا طمع الدنيا لا حتى شي حاجه. كان في امكانيتها تبقى برا، ميريكان مشات لميريكان، بركات فيه شهر ولا ما شهر ونص ورجعت، ما بغاش تبرك تما. علاش؟ قالت لك باغي نبرك معاكم انتم، ناكل معاكم خبز واتاي هنا، انتم الوالدين ديالي، انا ما عنديش ما نمشي ندير تما، البلاد ديالي هي الاولى. وجاتها خدمه في المحمديه، جاتها خدمه في الدار البيضاء، جاتها خدمه قالت لي لا هنا، وتدير خير مسكينه، وتدير تجيب الدراري الصغار في العشيه تدخلهم. هي هكاك واخا تقول لها هذاك الشيء اللي فيها هي اللي فيها. وتشد مسكينه الدراري الصغار عزاز عليها، والله الدراري الصغار دابا الدراري الصغار كيبكيو، والدراري الصغار يبكيو. انا الدراري الصغار البارح خرجت من باب الدار، لقيت الدراري الصغيرين كيبكيو في الباب. واش غنحس انايا؟ راه نسيت راسي. الدراري الصغار ماشي حتى الدراري، لا الدراري الصغيرين وابريه، ياك ابريه هذيك وحق الله العظيم، وراه ما نكذبش، راه كنقول الصراحه، ياك كيبكيو. وجي هذا المجرم هذا، واش الحمق؟ واخا حمق ما بنت لي غير بنتي، حمق لابس حوايجو مزيان، وجاو جنويه وترصد ليها تما كنا، وخرجات وتبعها وهربات لي مسكينه. علاش هربات؟ خافت علينا حنا. تبعها وخرج فيها جنويه اربعه د المرات ولا خمسه د المرات، واش هذا حمق؟ وكون غير ضربها نخيطوها ماشي مشكل، وكون هرسها ماشي مشكل، والله. وباش تقتلها؟ وبقى فيها الحال، ما نكذبش عليك الصراحة، تقال هادشي راه بزاف، هادشي بزاف، راه ما نسامحوش قدام الله تبارك وتعالى. وهذوك الناس اللي كيقولوا حمق، راه هما اللي حمقين.
اما السيد ملي ضربها مشى طلع لدارهم بدل حوايجو، واش هذا احمق؟ دابا الحوايج اللي قتل بيهم باش الناس ما يعرفوش، وهو اللي كيدور هو راه ملي شدوه راه شدوه هابط كيدور، دار كوكو في جيبو كيدور بحال ما وقع والو وبدل حوايجو، واش هذا احمق؟ راه ما يمكنش تقولش لي احمق. ها هما قالوا لا سولوه، راه سولوه في الرابور كيفاش شدوه الحوايج اللي قتل بهم فينا هما واتت الجريمه فينا هي وكيفاش دار ليها، واش حمق؟ الحمق اللي كنعرفو حمق راه كيضرب شي واحد كيجلس حداه، راه كنعرفوهم حمقين في السيكيتريا قاتلين والديهم وجلسوا حداهم. اما باش واحد يضرب ويهرب راه حاله هذا عنده عقله وعقله ومعقل وجاي ومترصد، وحق الله العظيم كنا جالسين ما علينا ما بينا، جابت لي مسكين شي عواشر شي لوز وشي تخربيق جابتهم من تحت يوم ما كانوا هابطين جابتو، قالت لي هكا بابا العواشر العواشر هذه، وانا والله العظيم ما عارف انا لا عواشر ولا والله ما داير لي انا شي عواشر حتى جات، قالت لي هكا بابا هكا هكا كنا ريحنا تنهضرو تنضحك، انا هي كتفوج علينا ما كتسكتش من الهضره ما تسخاش من الهضره ديالها، والله ما تسخط نض من حداك بالهضره ديالها، وبقات هضرت معنا حتى فاجاتنا تفاجئنا ذاك ولد الحرام، سمعنا طريطوار يضرب بها الباب، خرجت هي وما كتجري باش يطلوا شكون، ما لقاو حتى واحد راه ما كيوقفش، راه كون يدق عليك بنادم ويوقف يخرج معاك يقول مش مشكل، خرجت كتجري تبعتها مع حفيانه، قالت لها رجعي انت حفيانه سيري لبسي الزيف ديالك رجعي رجعي، مشات مسكينه تطلل هي شنو اللي وقع، ما هو راه ماشي وقع ماشي ضربه، وبقى لي هو هي قلع القنيطه اللي هو خرج لها من القنيطه الاخرى، غير شفتوها شنويه هربات، قال دابا الا جيت هنا للدار انا قريتها شنو كنا انوات في راسها حيت عارفه امها تبعها، شفت شنويه تبعها هذاك يعاود يجي غادي يضرب لامها، وطاكت علينا مسكينه مشات هربات ليه زعما بحال ما تهود ليه جيت الجامع هنا تما كيكونوا الناس ولا شي حاجه، وتاكلت مسكينه طاحت تما كاين راه